إلى المنامة في البحرين. معنا من هناك مساعد وزير الخارجية البحريني عبد الله بن فيصل الدوسري. أستاذ عبد الله مساء الخير، مرحبا بك معنا في هذه التغطية. بداية اشرح لنا ما شهدناه اليوم من توقيع، ما وقعته البحرين اليوم مع إسرائيل يسمى إعلان دعم السلام، هل هذا يسبق معاهدة السلام الرسمية أم ماذا تحديدا؟ دعني في البداية أن أقدم التهنئة للشعوب العربية وخاصة شعب مملكة البحرين وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى القيادتين الشابتين ذو الرؤى الحكيمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظ الله رعاه، وأيضا سمو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاهم على هذه المبادرة الشجاعة بالإقدام بخطوة جريئة وشجاعة من أجل الدفع بعملية السلام والمضي قدما لتحقيق المزيد من الرفاهية والأمن والسلام للمنطقة. وبالتالي جاء توقيع دولة الإمارات ومملكة البحرين، مملكة البحرين إعلان تأييد السلام كخطوة جريئة اتخذها جلالة الملك حفظه الله ورعاه من أجل تحريك الجمود التي أصاب عملية السلام في المنطقة، ومن أجل مساعدة الأخوة الفلسطينيين لتحقيق الحلم الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والتمتع بالسيادة الكاملة على حدود يونيو 67. فبالتالي هذه المبادرة وهذه العمليات السلام جاءت لتعزز هذه الجهود وأيضا تخلق فرص واعدة وبناء الثقة وأيضا تخلق الأمل للشعوب بأن هناك مستقبل آمن ومستقر للمنطقة من أجل تحقيق الرخاء والازدهار. وأن هذه المبادرات لا شك أنها أخذت بشكل مجروس وتعمل لصالح القضية الفلسطينية وأيضا لصالح المنطقة العربية بشكل عام، وننظر إليها نحن في البحرين وفق التوجيهات الملكية السامية الرؤية بأن الأجيال القادمة من حقها أن تعلم الآن أن هناك أمل وأيضا هناك استقرار للرخاء والتنمية. فجاءت هذه المبادرة لتعزز هذا الوجود وتخلق الأمل للجميع. وبالتالي نحن الآن نشعر اليوم بأنه يوم تاريخي في تاريخ المنطقة بعد أكثر من 70 سنة من النكبة وأكثر من 25 سنة على آخر اتفاقية السلام في 94 وأيضا إعلان أوسلو في 1995. تأتي هذه المبادرة لتخلق جو جديد وتدفع بعملية السلام وأيضا بناء الثقة مع الجانب الإسرائيلي للمزيد من التواصل بين الشعوب هذه المنطقة، وأيضا أن تكون إسرائيل تشعر بالأمان بأن ممكن أن يحقق السلام في محيطها الإقليمي العربي بمقابل أن يكون هناك تفاهم أفضل لإحلال القضية أو للحل قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. كيف يمكن الاستفادة أستاذ عبد الله من هذه الأجواء ومن هذه الاتفاقات لتفعيل عملية السلام وتنشيطها وهي متوقفة منذ فترة طويلة؟ طبعا لا شك أن يعني عملية التواصل بين الشعوب والمنطقة وأيضا عملية تبادل الرسائل، الجهود اللي قامت فيه الإدارة الأمريكية المشكورة بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب أفضت إلى أن يكون هناك مساعي أو قبول من المنطقة العربية خاصة دول الخليج، دول الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أن يخلق هذا الجو الإيجابي المفعم بالحيوية من أجل تحقيق مزيد من الثقة بين شعوب المنطقة، وأيضا أن يكون هناك مجال للوساطة وأيضا الدفع بعملية السلام. وبالتالي لن يكون هذا على حساب القضية الفلسطينية أبدا، ولن يكون هذا في صالح تحقيق مصالح آنية أو شخصية، بينما هي بتكون مصالح الأمة العربية وأيضا يصب في تحقيق أهداف المبادرة العربية اللي هي مبادرة 2002 وأيضا الزخم فيها الدفع لها وأعطاها زخم جديد. فبالتالي التواصل بين الشعوب وأيضا التواصل على المستوى الثقافة والاقتصاد والتجارة وأيضا في مجال البحوث العلمية ومواجهة كورونا ومراكز الدراسات والبحوث وأيضا في مساعي كثيرة التي من 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 بإمكانها أن تحقق نوع من الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك لتحقيق فهم أفضل والتوصل إلى حل أفضل للقضية الفلسطينية. كيف لمستم رد فعل
السلطة الفلسطينية على المعاهدة، وما الذي يمكن عمله لي يعني إقناع الجانب الفلسطيني بالاستفادة من الزخم المتاح حاليا من خلال هذه الاتفاقات؟ نحن نملك تاريخ طويل وحافل من العلاقة الوثيقة بين أشقائنا الفلسطينيين لامتداد أكثر من 70 سنة. نحن دعمنا القضية الفلسطينية من مراحلها الأولى، قدمنا الكثير من التضحيات الشعب البحريني بالمال والرجال، وأيضا دعمنا على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وسوف نواصل هذا الزخم وسوف لا ينتهي. وأيضا سوف لا ننتبه أو لا نلتفت إلى أي بيانات هنا قد لا تكون مكتملة أو ناضجة في الوقت الحاضر، ولكن سوف تتبلور هذه المواضيع بشكل أفضل أكثر، وسوف نحافظ على علاقتنا مع الشعب الفلسطيني قدر الإمكان في 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 اتجاه أن يكون هناك رؤى مشتركة، وأيضا تعاون وثيق من أجل أن لا يكون هناك عزلة للشعب الفلسطيني، وأيضا عزلة للقضية الفلسطينية أن تكون هي موجودة. فنحن أيضا نبني على هذه العلاقة التاريخية، وسوف نحافظ عليها، وسوف نتفهم أي مداخلات أو رؤى قد تختلف معنا في الوقت الحاضر، ولكن على أمل أن يكون هناك في تحسن في عملية التواصل، وأيضا قبول الأفكار الجديدة في مجال تحريك عملية السلام. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله بن فيصل الدوسري، مساعد وزير الخارجية البحريني، كان معنا مباشرة من المنامة.